أكبر سبب لنجاحك أو فشلك هو نفسك، فلا تخلي أعذار لنفسك وتقول والله أنا بسبب أهلي، بسبب أبوي، بسبب أمي فشلت أو ما قدرت أنجح أو تخربطت حياتي أو بسبب أصدقائي أو ما أدري شنو. هاي كلها أعذار تعبانة وأعذار فاشلة وما مقبولة، لأنه أنت تقدر تختار الأصدقاء، الأصدقاء الزينين أو الأصدقاء المو زينين. أنت تقدر إذا أهلك فرضا ربوك تربية مو كاملة أو تربية مو مضبوطة، تقدر بعدين تغير لأنه طلعت وشفت. فأنت أكثر شخص أو أكبر مسبب لتغيير نفسك، يعني نحو النجاح أو نحو الفشل. فلا تقعدون مكتوفين الأيدي، والله شنو أنا، والله فلان سبب تعاستي أو فلان سبب دماري أو فلان ما أدري شنو أو ما أدري شنو. يعني مستحيل، من سبع المستحيل أحد يجي وأنت قاعد مكتوف الأيدي يقول لك يلا قوم خلي أنجحك أو قوم خلي ألقي لك شغل أو قوم حتى أخليك تصير أحسن وأحسن. من سبع المستحيلات. إذا ما أنت تبدي بنفسك وتغير نفسك وتحاول أكثر من مرة أن تغير نفسك، راح تظل أنت بمكانك وما راح تطور نفسك أبدا. فما مقبول أي شخص يقول والله أنا بسبب فلان صرت هيك أو بسبب علان أنا حياتي صارت كئيبة أو حياتي مو زينة أو ما أعرف أتصرف. هاي كلها أعذار تعبانة. يعني لو تقرون قصص نجاح، يعني أكثر الناس الناجحين الناجحين العالميين يعني أساسهم أصلاً أصعب من الصعب، أساسهم كارثي. يعني اللي يشوف أساسهم يقول أنا ولا أنجح خلاص ولا راح يصير براسي خير. فأتمنى يا ربي، أتمنى من كل شخص يساعد نفسه ويطور حاله ويتوكل، وترى أكو نجاح ينتظركم وأكو تطور ينتظركم.